عادة النائب موضوع التأليف الحكومي بعد ما تبينت العثرة الأخيرة بتمثيل نواب سنة 8 آذار، برأيك يعني والسبب الحقيقي كمان اللي بيّن من خلال اللي قاله امبارح الرئيس ميشيل عون بالإشكال بينه وبين حزب الله حول موضوع ربما التلت المعطل، إلى أي مدى عرق التأليف؟ يعني نحن صراحة تفاجأنا بهالأمور. الرئيس الحريري كان واضح من الأول، هني عم يقولوا أنه كانوا واضحين من الأول أنه عم يطالبوا فيها، ونحن كنا واضحين من الأول أنه عم يقول لا تمثيل لسنة حزب الله، لأنه هو اللي صار تطالب ملعب حزب الله. يعني من الواضح أنه الرئيس الحريري مش مستعد أبدا يتخلى عن مقعد سني من عنده، ورئيس الجمهورية كان واضح أنه مش وارد يتخلى عن مقعد سني من عنده، وأنا بأكد لك أنه حزب الله ما بيقدر يتحمل يتخلى عن معاد من عنده الشيعي لا طرف سني. فبفتكر الطبيعة ملعب حزب الله هو بيدير هالأزمة، لأنه هو بيتحمل مسؤولية عرقلة الحكومة. اللبنانيين كلياتهم كانوا ناطرين صورة واحدة بعد ما خلصت العقد المسيحية، كانوا ناطرين يوقف الرئيس الحريري مع الرئيس عون ويشوفوا اثنيناتهم عم يمضوا على حكومة ويمشي البلد بقى. بس هذا الشيء ما صار، حزب الله عم يعرقل طبيعة ملعبه. برأيك في استحقاقات إقليمية معينة فرضت هذا الموقف لحزب الله؟ إقليميا أنا بجرب قد ما فيني أتجنب شيء إقليمي، لأنه اليوم بدي أحكي شيء بواقع، شيء بلمسه أنا بين إيدي. الشيء الإقليمي أوكي فينا نضل عم نحكي فيه قد ما بدنا، بس هل بدنا حكومة تمشي؟ هل بدنا هالعهد ينجح؟ إذا بدنا هالعهد ينجح الحكومة تمشي، بدنا تمضى الحكومة بأسرع وقت ممكن، بنوقف كل هال إذا بدك هالتصعيد يلي على الفاضي واللي مش حيأدي على نتيجة. من هلا عم نقول لهم حيوصلوا بعد 10 أيام 20 يوم إنه عرقلنا على الفاضي، مضوا عطوا أسامي لرئيس الحكومة خير شكل الحكومة. لن يتنازل رئيس الحريري؟ مستحيل.